أنا كنت في ألمانيا في مستشفى القلب وكنت راقد على السرير. فالتليفون رن ولقيت المكالمة من دبي وبلغوني إن أنا هيكرموني. عاوز أقول لك إني حسيت كده وأنا بتحسن. مهرجان دبي وهو مهرجان له أهميته الكبيرة باعتباره مهرجان داعم للسينما وخاصة سينما الشباب، أهمية الجائزة من أهمية منحها، من يمنحك هذه الجائزة. إن القائمين على أمور البلاد في الخليج العربي كله عندهم وعي واهتمام بالثقافة كبير جدا. الثقافة كانت بتحارب. طب انت عارفة لما الاخوان حكموا حصلت امروا برفع كل اللوحات والتماثيل اللي كانت موجودة ودخلوهم المخازن، مش كانوا عاوزين يهدوا الهرم؟ واللي قالك نغطي التماثيل بالشمع